في تونس لازمك تصنع روحك بروحك. ما عندناش شكون يحضرك نفسانيا ويعاونك نفسانيا ونقدروا مو نفسين في اقوى الجمعيات اللي عندنا روح. مش نحكوا على رياض هذيك في سوسه هذيك تصوير ديما وين يتجبد الهادي برخيص الله يرحمه ويكون موجود ربع عزيز ما تخرج اللي هي من حاجه نادره باش تشوف ملاعب مترجي يعني في الوقت هذاك اللي التنافس كان على أشد يعني اشد مع الجمهور وقتها على فكره الهادي محبوب ممكن كان فما لاعب اخر ممكن ينجم يكون الاستقبال نتاعو في سوسه بكيفيه اخرى ممكن مغايره الهادي راه محبوب ياسر راه الهادي كان اكبر ستار في تونس وقتها راه الهادي عام 94 سيريدا هو اكبر ستار في تونس شوف نذكرك حاجه اخويا صيد ديفونسور شكون هو ستار الاولاني في تونس راه كانت اسبيرونس كي تلعب في سوسه فما لاعبيه رؤوف المد صعب وخيان هذاك هذاك مش جيل القديم صحيت رؤوف وقتها كانت موجوده في الجيل القديم موجود القديم ما نحكي على جيلنا منجي نحن. منجي المزليني المزليني ما نعرفش ربي يطول عمره معناتها كان يفرح وعجرود والكل ما يمشي بيته غاديك يتعشى بعض اصحابه والله يا زلمه نسالكم هذه اهم حاجه في العلاقات نتاع الرياضه راهو نحن في الجيل هذاك الهادي الله يرحمه عدى مشيت انا وياه وصبري جاب الله معايا عدينا نهارين ووقتها الله يرحمه مبهر بسوسة وخرجنا برشا بلايص وفرحوا به بارتو ومشى معايا حتى الأماكن الشعبية أنا خاطر كانت عندي واحد الله يرحمه كان في الجيش وقتها ساندني برشا عاوني برشا يحب ياسر سبور وقتها هزيته قلت له الهادي راهو يحلم وكان يعني باش نهزوا السوق لحد غاديك في بلاصة يعني تسمى شعبية ونسكنوا الميليتير مشيت انا والهادي كان الهادي يعني يدخل بنك يدخل معايا نمشي لاي بلاصه ما عندوش يعني كان جبت التصويره هذيك رياض وفما فيسبوك ممكن لي رياكسيون كانوا نجم يكونوا هما شوف راه نحكي لك على حي كامل خرج لنا اليوم نشوفوا حاله العلاقات بين الجماهير الهادي راهو حي كامل الناس كل تعرف بالرخيصه تعرف شنو بالرخيصه يعني الهادي هذيك عام 97 الله يرحمه وقرر باش قال لي نجي نصيف بحذاك يعني لكن ما يعني ربي سبحانه وتعالى كانت عنده كلمة أخرى وكهو الله يرحمه.